أسبوعين الدنيا كلها اتقلبت على تقرير علمي نشرته مجلة نيتشر، وهي من المجلات الأرقى في العالم التي تتحدث عن العلم والعلوم والاكتشافات. البحث ده كان يخصنا إحنا، يخص أهرامات الجيزة. البحث من أول ما نزل عمل أصداء كبيرة جدا في العالم كله، وإحنا في مصر حسنا إن في حاجة مهمة قوي، بس ما بقناش فاهمين هو إيه بالظبط، هو إيه الجديد في الهرم الأكبر الذي يقف في مكانه منذ آلاف السنين. الهرم الأكبر منذ آلاف السنين يمتلئ بالأسرار. فتح الهرم الأكبر لأول مرة في عهد الخليفة المأمون، وآنذاك اكتشفوا الكثير عن تكوينه الداخلي. قرون مضت لم تكشف كثيراً عن أسرار خوف. في 2015 بدأت مهمة جديدة، مهمة مسح الهرم بطرق علمية مختلفة. وتوالت النتائج. في بداية 2016 بدأ للباحثين أن هناك فراغاً كبيراً موجود في الهرم، وباستخدام ما يسمى بالمسح بالأشعة الكونية على جسم هرم خوفو، تم تحديد شكل هذا الفراغ الذي يشبه ممراً كبيراً، ممر يختفي خلف الوجه الشمالي للهرم. فريق العمل تكون من ثلاث مجموعات من جامعات مختلفة من اليابان وفرنسا ومصر. قام كل فريق بالرصد والقياس على حدة بشكل منفصل تماما. وعند مقارنة النتائج لم يصدق الجميع أن كلها متطابقة، كلها تشير إلى مكان وحجم ذاك الممر الغامض. كل الدوريات العلمية قالت وأقرت أن اكتشاف وجود هذا الممر من أهم الاكتشافات الأثرية في القرن الواحد والعشرين. وجود هذا الممر الخفي والذي يقترب من حجم ممر حجرة الدفن يفتح شهية العالم لطرح أسئلة كثيرة. لماذا ترك الفراعنة هذا الممر؟ وإلى ماذا يؤدي؟ وهل توجد ممرات أخرى أخفاها الفراعنة؟ ليه الناس في الدنيا وبالذات المهتمين بالإيجيبتولوجي أو بعلوم المصريات وعلوم الهندسة إن هم يتداولوا نتائج البحث ده؟ لأول مرة إحنا بننفرد بلقاء الفريق البحثي أو جزء من الفريق البحثي اللي وصل لنتائج دي. ما ظهروش في حتة، ما فيش غير الورقة العلمية اللي منشورة دي، صحيح تم ترجمتها، بس ما حدش يشرح لنا ليه كل الدنيا مهتمة باكتشاف جديد في قلب الأهرامات.
خلينا نرحب ونحيي بمجموعة الباحثين على رأسهم أستاذ هندسة، وموجود على رأس البعثة العلمية أو الفريق العلمي، وشخصية عامة شهيرة جدا، دكتور هاني هلال أستاذ الهندسة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، دكتور ياسر الشايب أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، دكتور تامر النادي مدرس الهندسة بجامعة عين شمس. اهلا يا دكتور هاني، اهلا بحضرتك، مشرفنا، اهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم. اهلا يا دكتور ياسر، اهلا يا دكتور ياسر، اهلا يا دكتور تامر، اهلا بحضرتك. مره ثانيه بشكر الفريق العلمي على اكيد على البحث اللي نال اهتمام العالم وتحديدا النيتشر. بشكر وجودكم معانا بالرغم من الانشغال وضيق الوقت، ويمكن انتم مش عايزين تتكلموا كتير على المشروع عشان في مراحل مقبله المفروض، صح؟ yes. ان شاء الله ان شاء الله. طيب، هم قالوا لما اعلنوا عن الموضوع قالوا اكتشاف فراغات بعد استخدام المسح بالأشعة الكونية. هي ايه اصلا الأشعة الكونية دي؟ يعني احنا، انا اسفة يعني، هنبتدي على طول بالأسئلة. احنا نعرف الأشعة السينية، نعرف الأشعة المقطعية، الأشعة الكونية ده يعني ايه؟ دكتور ياسر اتفضل. طيب، الأشعة الكونية هي أشعة طبيعية، خليني اقول جسيمات طبيعية ناتجة عن الانفجارات الكونية اللي بتحصل في الكون. نجمين يخبطوا في بعض، يحصل نتيجة من الخبطة ديت يحصل انفجار كوني، تتولد عنه مجموعة من الجسيمات. الجسيمات دي تتطاير في الفضاء، تتطاير في الكون كله، ويقع جزء كبير منها على كوكب الأرض. يعني زي تراب كوني قصدك؟ حاجة زي التراب كده؟ خلينا بلاش نقول تراب، لأن التراب دي قد تحمل معنى تراب. كلمة تراب علميا ليها معنى علمي، خلينا نقولها كده. إنما خلينا نقول هي جسيمات، جزيئات. بارتكلز بالإنجليزي، جسيمات. جسيمات بتقع على كوكب الأرض. ليل نهار صيف شتاء في كل وقت. يعني موجودة في كل مكان؟ حضرتك في اليوم، حضرتك هي البارتكلز دي نتيجه الانفجار الكبير اللي حصل زمان، اللي هو البيج بانج قصدك. البيج بانج بالظبط كده، واحد منهم. ان الجزيئات دي لما بتخش غلاف الكره الارضيه بتاخد سرعه كبيره جدا وليها قوه اختراق كبيره جدا. حضرتك واحنا قاعدين كده كلنا، كل واحد في اليوم بيعدي جسمه ما بين 2 و3 مليون ميون في اليوم. مليون ايه؟ ميون. ميون هو الجزء ده اسمه ميون. ميون. الميونز دي ميزتها ان ليها قوه اختراق كبيره جدا، ولكن في نفس الوقت غير ضاره، بدليل ان احنا جسم الانسان بيخشه من 2 ل 3 مليون ميون في اليوم. صعوبة كلنا. بقى كلنا مش حضرتك بس، يعني مش الاجسام البشريه بس، اي حاجه كلنا. كوكب الارض كوكب الارض بيقع عليه مش فاكر الرقم بالظبط، بس يعني لو خدنا متر مربع من 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 كوكب الارض، متر حته، متر في متر، وقسنا كميه الميونات اللي بتقع عليها في اليوم، هيطلعوا ما بين 2 ل 3 مليون. طيب، مين اول، مش يعني من امتى ابتدوا يستخدموا الميونات دي او الجسيمات دي في ان هم يعملوا نوع من الاشعه؟ بص حضرتك، الميونز دي معروفه للناس اللي بتشتغل في الحاجه اسمها الهاي انرجي فيزيكس، اللي هي الطبيعه لذو الطاقه العاليه. مش عارف حضرتك، بالنسبه للذره في الالكترون وفي الفوتون وفي وهكذا، والنيوترون اهم حاجه عندنا في الميون ده انه هو معروف عند علماء الفيزياء، ولكن مشكلته في رصده. يعني هو مشكلته، يعني حضرتك الاكس راي، الاكس راي عباره عن ايه؟ جهاز الاشعه السينيه اللي بنروح نعمله عند في المعامل او مراكز الاشعه. هو عباره عن جهاز بيطلع اشعه، والاشعه دي عندي فيلم بيتلقاها، وحسب بقى الجسم اللي انا بعرضه ليه بقدر اشوف الاشعه دي. ميزه الميون ان قوه الاختراق بتاعته عاليه جدا، بتعدي في كل الاجسام، ولكن الرصد بتاعه صعب قوي. عشان ارصده صعب، ما بعرفش ارصده. وفي محاولات من الخمسينات والستينات لرصد ايه اشعه الميون او جزيئات الميون، في حاجات كتير نجحت،
ولكن لم تنجح في أي منشأ قديم زي الهرم. يعني أيوة تحطوا يعني المسح بقى ده الجسيمات بالتأكيد بساطة السؤال ما بتستبسطش العلم، يعني هو إحنا بنجيل العلم جدا بس لازم نسأله بطريقة بسيطة يعني عشان نفهم. يعني هو لما تحط تعمل مسح بالجسيمات الكونية دي أو المسح الكوني ده بتشوف إيه؟ يعني مش يعني هي بترصد مثلا الجزيئات المعتمة والجزيئات الشفافة. طيب إحنا معانا سلايد بتبين الفرق ما بين جهاز الأشعة السينية وما بين رصد أشعة الميون. هو حضرتك صعوبة أشعة الميون دي أو جزيئات الميون في رصدها. طيب هما كانوا عامة المتعارف عليه أنه بيتم المسح بالأشعة الكونية دي لإيه؟ يعني أول استخدام للموضوع ده كان إيه؟ ممكن خليني أرجع نقطة شوية ورا عشان أوضح السلايد اللي احنا هنشوفها دلوقتي دي. احنا لما بنروح عند الدكتور عشان نعمل مسح بالأشعة السينية الإكس راي، إيه اللي بيحصل؟ أنا بحط إيدي وبجيب جهاز بيطلع أشعة، والجهاز اللي بيطلع أشعة دي الأشعة دي بتخترق إيدي بسرعات متفاوتة وبكميات متفاوتة على حسب العظم والجلد واللحم وهكذا. وبعدين بنستقبل الصورة على فيلم موجود تحت إيدي. أوكي؟ لما الأشعة دي بتقع على إيدي حبة منهم كتير بيعدوا من الجلد، حبة أقل بيعدوا من اللحم، حبة أقل قوي بيعدوا من العظم. وبعدين يجي من الناحية التانية نفس الكلام. فلما أشوف الكلام دوت على الفيلم ده بقدر أشوف ظلال للي موجود فوقها. مظبوط. تمام؟ طيب تخيلي بقى حضرتك إن أنا عندي النهاردة جهاز أشعة سينية بحجم كوكب الأرض عمال بيدي أشعة، تمام؟ والأشعة دي بتخترق كل حاجة. لو أنا قدرت إن أنا أجيب فيلم زي بتاع الأشعة السينية بالظبط وأحطه تحت أي منشأ أي حاجة، فأنا هقدر إن أنا أشوف الصورة بتاعت المنشأ ده بتفاصيلها على الفيلم ده. بس كده. طيب اللي بدأ العمل لحد ما نشوف الاكتشاف، اللي بدأ العمل التيم واستخدام الأشعة الكونية لمسح الهرم، تمام، ده بدأ امتى وكان التيم ايه والجنسيات كانت ايه؟ بصي حضرتك، هو التحضير لهذا المشروع بدأ بعد ثورة يونيو بالاتصال بمجموعة من زميلنا في باريس، بالذات داسو سيستم، كانوا هم بيشتغلوا في هقول ايه النموذج ثلاثي الابعاد، ويمكن الدكتور تامر كمان شويه يقدر يتكلم اكتر على النموذج ثلاثي الابعاد. وابتدينا نتكلم في ذلك الوقت عن احنا ما كانش هدفنا الحقيقه نيجي نكتشف الهرم زي ما احنا بنتكلم عنه النهارده، كان هدفنا انه مصر الناس بتتكلم عنها بره مصر في ذلك الوقت بعد ثورة يونيو 2013 ما بنتكلمش عن أي حاجة بوزيتيف، بنتكلم عن مشاكل، بنتكلم عن حوادث، بنتكلم عن إرهاب، بنتكلم عن حاجات كتير مختلفين عليها. فإحنا كنا عايزين نقول للعالم كله أنه مصر ممكن يجي العلماء يشتغلوا فيها، مصر فيها علماء يقدروا يشتغلوا مع علماء أجانب، مصر فيها حضارة حتى النهاردة حتى اليوم غير معروفة للعالم بالكامل، ما زالت تحمل أسرار وهكذا. وإحنا كفريق في كلية هندسة جامعة القاهرة عندنا تاريخ في التعامل تطبيقات الهندسة والتكنولوجيا في الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لمصر. من هنا ابتدأت الفكرة إن إحنا نعمل هذا الكلام. طب اخترنا الهرم ليه؟ اخترنا الهرم لأن الهرم هو أحد هقولي عجائب الدنيا السبع اللي ما زالت موجودة. نمرة اتنين، ما زال حتى النهاردة حتى اليوم حتى بعد اللي إحنا عملناه إنه غير معروف النهاردة الهرم ده اتبنى إزاي. يعني المشروع أصلا مشروع هندسي مش مشروع إيجيبتولوجي. لا مشروع هندسي طبعا بالضبط. يعني هو بيور انجينيرنج او فيزيكس او انجينيرنج، خلينا نقول فيزيكس اند انجينيرنج. يعني هو موضوع علمي بحت، بس انتوا اخترتوا النموذج اللي طبقوا عليه هو الهرم الاكبر، عشان كده دخل في مساله الهرم الاكبر. وقبل الهرم الاكبر هنيجي احنا عملناه. لو حضرتك نبص بقى على السلايد اللي معروضه النهارده دي هتوضح كل شيء. الصوره اللي فوق ده جهاز الاكس راي،
وده موجود موجود واضحه جدا خلاص. احنا بنتخيل بقى الجزء اللي تحت اللي هو تحت ده، بنتخيل ان احنا عندنا اسطوانه اللي هي موجوده جسم ايا كان شكله، واحنا هنا عندنا اسطوانه، وبنتخيل جوه الاسطوانه دي في كوره فراغ موجود عندي. الاشعه بتنزل زي ما اتفقنا من كل الاتجاهات. لو انا قدرت احط الافلام بتاعتي او الجهاز بتاعي اللي بيرصد اشعه الميو، هتبان الصوره اللي على ايدي اليمين دي، ادي الابيض واسود الابيض واسود دي، وانا شايف في دايره، الدايره دي هي عباره عن ايه؟ الفراغ اللي جوه الهرم. يعني انا كاني بشوف زي الاكس راي بالظبط، زي الفيلم بتاع الاشعه، زي فيلم اللي بنروح نشوف الاشعه المقطعيه، شويه زي السونار. ها انا بقدر اشوف الفرق ما بين الفراغ وما بين ما داخل الاجسام، ما داخل الاجسام ايه اللي جوه اللي غير منظور بالنسبه لي. لان اشعه الميون لما بتلاقي فراغ ما بتمتصش، بتعدي. فلما تعدي تدي اللون الابيض، لما تمتص حبه منها بيمتصوا فتدي اللون الرمادي. والجزء البراني اللي هو اللون الاسود اللي هو اشعه كتيره معديه. طيب لما طبقتوا الاشعه دي او المسح ده على الهرم، ايه اللي طلع وقلب الدنيا؟ الحقيقه هو التطبيق ما كانش على هرم خوفو في البدايه، لانه زي اي مشروع هندسي زي ما حضرتك قلتي من شويه، لازم في الاول نبقى عارفين او عايزين نبقى دايما عايزين نعرف هل التكنيك دوت ينفع يتطبق في الهرم ولا لا، او ينفع خلينا نقول ينفع يتطبق في المباني اللي من الشكل ده ولا لا. فاحنا الحقيقه اول تجربه اتعملت كانت على هرم سنفرو المنحني اللي هو موجود في دهشور، اللي هو هرم خلينا نقول بسيط، تركيبه الداخلي بسيط نوعا ما. احنا عارفين تركيبه الداخلي بالكامل، عارفين ان هو عباره عن غرفتين مش اكتر من كده، والغرفتين دول في واحده تحت وواحده فوق، وفي ما بينهم ممر او زي ما نقول حاجه عامله زي السلالم طالعه ايه ما بين الممرين دول. وكان السؤال هو طيب لو احنا انتوا كانكم انتوا بتختبروا المسح، انتوا ده مكان عارفينه كويس جدا من جوه، فعايزين تشوفوا الصوره هتطلع زي الحقيقه ولا لا. هل لو احنا حطينا الافلام بتاعتنا في الاوضه التحتانيه هل هنشوف الاوضه الفوقانيه والممر اللي ما بينهم ولا لا؟ ده كان اول خلينا نقول تجربه، وفعلا عملنا ده. و اللي موجود على الفيلم دلوقتي موجود على الفيلم ده كان بقى امتى؟ سنه كام؟ ده اكتوبر 2000 من اكتوبر 2015 لغايه ابريل 2016. ابتديتوا زي ما بيقولوا ابتديتوا كاتب لها وريك وتحس انه في حاجه صح بالظبط كده، ما اعلنتوش عن حاجه؟ لا لا ما اعلناش في ذلك الوقت. لا. هو حضرتك عايزين نقول ايه؟ هم طبعا اللجنه ده يعني في وزاره الاثار بتشتغل عن طريق حاجه اسمها اللجنه الدائمه للاثار المصريه، هي دي اللجنه المعنيه بكل ما يخص الاثار المصريه. لما جينا قدمنا المشروع كان السؤال بتاعهم بسيط ومنطقي، طيب مين قال ان الطريقه اللي انتوا هتستخدموها دي هتقول الحقيقه؟ صح مش كده؟ صح. يعني سؤال حضرتك منطقي جدا، سؤال كمان منطقي. قلنا خلاص نروح هرم تاني انتوا عارفينه، نقدر نوريكم الهرم ده. فروحنا زي ما قال الدكتور ياسر، رحنا هرم سنفرو، حطينا فيلم تحت، الافلام تحت، وشفنا الاوضه اللي فوق، رحنا قلنا لهم ادي ايه. طبعا احنا ان بتوين او يعني ما بين الاثنين، احنا بنشتغل برضو في ايه؟ ان احنا عملنا موديل ثلاثي الابعاد لهرم سنفرو، وعملنا محاكاة إن لما الميو يخش جوه الهرم ده أنا لازم أشوف إيه، والنتيجة هتديني إيه، بحيث إن أنا أقدر أقارن ما بين الاتنين. لو الاتنين طلعوا صح يبقى أنا الطريقة بتاعتي صح، وأقدر أروح إيه للجزء التاني الغير معلوم بالنسبة لي اللي هو كان هرم خوف. يعني هرم سنفرو كان فقط للتأكد، إنما هرم خوفو هو بجد اللي انتوا عايزين تعرفوا ايه اللي جواه. والاهرامات الثانيه ليه هرم خوفو بس؟ على فكره الاهرامات الثانيه برضو ممكن، يعني احد العلماء الفرنسيين واحده بنشتغل في في في, في هرم سنفرو طلع كتاب بيقول فيه ايه؟ ان في غرفه ثالثه في هرم سنفرو ومكانها في الحته الفلانيه. ده نشر كتاب موجود في العالم دلوقتي. احنا حتى لما جينا الناش قلنا حتى لوزاره الاثار طب تعالوا بقى نقول لكم إذا كانت طريقتنا صح ولا غلط. الراجل بيقول إن الغرفة دي موجودة في المكان الفلاني، ونتيجة الموديل اللي موجود لو احنا عملنا المحاكاة لازم الصورة تطلع بالشكل ده.
بس الصورة ما طلعتش بالشكل ده، طلعت شفنا الأوضة اللي احنا عارفينها والأوضة اللي مفترضة ما طلعتش. يبقى هو الفرضية اللي فرضها الراجل ده غلط. هنقول ايه؟ ما هياش في مكانها الصحيح، او لم يتم اثباتها بالضبط كده. لم يتم اثباتها. طيب قبل ما نسال عن النموذج يا باشمهندس، انا عايز اعرف لقيته ايه بقى؟ يعني احنا مش فاهمين يعني ايه فراغات. يعني مش فراغات، يعني حجرات زي الحجرات اللي موجوده في الهرم وبعض الناس شافتها لما دخلت الهرم، ولا دي فراغات يعني اخطاء هندسيه كانت موجوده نسي يحطوا فيها، ما اعرفش يعني ايه فراغات. يعني ايه كلمه فراغات؟ المقاول خم زي ما الناس بتقول على الفيسبوك، المقاول خم. المقاول خم ضحك. يعني ايه يعني كلمه فراغات دي تحمل حاجات؟ يعني ايه يعني فراغ؟ بصي حضرتك، احنا لازم نبقى حريصين واحنا بنتكلم على اللي احنا لقيناه. ليه؟ لان احنا فريق علمي بحثي عباره عن مهندسين وعلماء فيزياء وكمبيوتر وجرافيكس وسيميوليشن. معناه جوه الفريق نفسه ما فيش أثري موجود أو مجموعة أثرية موجودة داخل الفريق العلمي. إحنا اللي بنرصده إيه؟ إحنا عشان كده حضرتك أسئلتك في البداية، إحنا بنرصد إيه؟ إحنا بنرصد الفرق ما بين الفراغ والمادة الصلبة. إحنا لقينا النهاردة فراغ. وليه بنقول فراغ؟ لأن تفسير وجود هذا الفراغ زي ما حضرتك قلتي، بعض الناس تقول غرفة وبعض الناس تقول ممر. إحنا بنبقى ناس متحفظين لأن دي مش شغلتنا إن إحنا نفسرها. إحنا محتاجين، وإحنا قعدنا مع اللجنة العلمية الأثرية وحنقعد مع كل العلماء عشان نتناقش. إحنا بنقول إيه؟ حضرتك لو ده خطأ أو زي ما قال الدكتور تامر المقاول غش في الشغلانة، المقاول مش ممكن يغش في فوليوم في حجم 300 متر مكعب أو 400 متر مكعب. طب ما هو الفراغ ده حجمه قد ايه طيب يا دكتور؟ ما احنا بنقول لك حجمه من 300 الى 400 متر مكعب. ايه ده؟ حاجه كبيره جدا. بصي حضرتك، انت حضرتك شايفه الممر، حاجه كبيره جدا. ده قد ايه؟ معلش يعني ما انا اقول لحضرتك، حضرتك شايفه الممر الصاعد امتى اخر مره دخلت فيه الهرم؟ من كام سنه. يا ريت تجيبوا لنا. فاكره الممر الصاعد بتاع الهرم؟ فاكره كويس جدا، وفاكره وانا بنهج من الضغط والرطوبه. حلو قوي. الممر الصاعد بتاع الهرم دوت بكل عظمته بكل الكبر بتاعه، ده للحجره الدفن اللي بنطلع الحجره اللي بيؤدي الحجم اللي بيطلع لحجره الدفن. حجمه 600 متر مكعب. الفراغ المرصود نص، احنا مش متاكدين بالظبط حجمه قد ايه تحديدا بالسنتي يعني، بس احنا بنقول ان هو حجمه بيتراوح ما بين 300 الى 400 متر مكعب. يعني من نص قد يكون ممر سري ما اكتشفناهوش قبل كده. نعرف. ما نعرفش. قد يكون ممر يؤدي الى شيء مهم محطوط في الهرم، ما نعرفش. او قد يكون ممر مضلل، يعني عايزين اللي يدخلوا الهرم يدخل في سكه اللي يروح ما يرجعش. تمام. ما يعني نعرف اخره بقى لعنه تمساح اي حاجه. كل الاسئله اللي حضرتك بتقوليها دي كلها اسئله موجوده واسئله بتدور في اذهان الناس وبتدور في اذهاننا احنا كمان، بس احنا النهارده مش قادرين نقول ده ايه. واكتر من كده، احنا مش قادرين نقول هل الشيء ده الفراغ دوت لوحده كده في وسط الحجاره بتاعه الهرم. طب معلش ما تاخذنيش، هسال سؤال غريب، يعني هو ممر مطول ولا مربع؟ بصي احنا ما نعرفش. هما طبعا انا قادره افهم، عندهم حاجتين يعني، خليني اقول اللي ما يقدروش يقولوا العلماء الافاضل اللي معانا. عندهم واحد زي ما قال دكتور هاني هلال، الدقه العلميه، هو بيوصف حاجه انما مش المفروض يديها مسمى، مش شغلته. انما كمان في حاجه تانية، هي تلك الحساسيه اللي ممكن تحصل عند الاثريين، يعني يلاقوا مهندسين بيقولوا حاجات يعني جوه الاثار. قادر افهم الحساسيه دي، بس برضو قادر افهم الحساسيه. لا مش حساسيه حضرتك، لا يعني ده بالطول ولا بالعرض كده. لا بصي يا مدام منى، هي الموضوع مش موضوع حساسيات. العلم ما فيش فيه حساسيه. العلم مش بالعافيه. العلم مش بالخناق. العلم بالاثبات. ايوه بس هم اتخانقوا معاكوا. لا يعني ما اتخانقوش بدون ذكر اسماء. لا احنا اتناقشنا. لا معلش، في اسماء كبيره جدا اعترضت. واحد لانه هي ما عرفتش عن البحث ده وقالت ده. الحاجة التانية قالوا الكلام ده مش مظبوط، احنا الكلام ده لو كان موجود كنا احنا عارفينه من زمان. كويس حضرتك، احنا ايه، خلينا نتكلم ايه بالمنطق وبالعلم. اوكي. الاول نتكلم بالعلم. اللي حضرتك النهاردة بتعرضيه على السادة المشاهدين ده بحث علمي ونتائج نشرت في مجلة نيتشر، مجلة الطبيعة.
حضرتك أدرى مني واللي مش عارف نقوله إن مجلة الطبيعة دي أكبر وأكثر وأهم مجلة علمية في العالم. تمام؟ دي نمرة واحد. معنى إن مجلة نيتشر تنشر هذا الكلام إن هذا الكلام محقق علمياً ولا نقاش فيه. ما نقاش فيه بمعنى إيه؟ ما نقدرش نشكك فيه، نقدر نقول إيه؟ محتاج نستكمله. محتاجين نستكمله. إنما هل الفراغ النهاردة من ناحية العلمية، هل اللي إحنا شفناه ده ورصدناه موجود؟ إحنا من ناحية العلمية بنقول موجود، إحنا أثبتنا إن ده موجود. طيب أنتوا أولاً أنا بحيي فريق العلم ده. طيب أنا هقول حاجة حقيقية وحصلت. يعني إحنا على اتصال بالفريق العلمي ده يمكن من السنة اللي فاتت بالظبط. حصل لأنه يعني زميلنا النابه واحد من أهم الباحثين العلميين المهندس محمد منصور كان على يعني لما عرف بالشغل ده وعرف قد إيه هو شغل علمي حقيقي بيحصل في مصر، ما هوش شغل بروباجندا، لفت انتباهنا له وابتدينا نشتغل والحقيقة وعرفنا يمكن قبل ما نيتشر تنشر بسنة. أنا دلوقتي بس فهمت التحفظ اللي كان عند الفريق العلمي. إحنا إمتى نبتدي نظهر ونتكلم عن المشروع؟ يمكن كنتوا مشفقين على نفسكم من هجوم من هنا أو من هناك وانتوا لسه ما أصلتوش أو ما سلمتوش البحث كامل. يمكن تكونوا شايفين أنه نشر في مجال في دورية علمية محترمة زي نيتشر يديكوا قدر من الحصانة على الأقل عشان ما يبقاش في كل من هب ودب بيقول حاجة، الله أعلم. يمكن يكون أنه وده برضو أحييه أنه لما تتكلموا عن مشروع تتكلموا في كل الوسائل مرة واحدة في العالم وفي الداخل، قد تكون دي حسابات. بس انا دلوقتي بس فهمت ليه واحنا بننسق معاك كل شويه تقول طب استنوا شويه، طب ممكن بعد حبه. يعني الفريق العلمي ده بجد بيشتغل بطريقه علميه، وحتى وهو عايز يعبر عن نتائجه عايزها تبقى بطريقه علميه رصينه تقدر من العالم. تمام. وده احييكم عليه بشكل كبير. ميرسي. قرارات تروح المستقبل بجد، كشف اثري مهم. الحقيقه احنا كنا محبطين ساعتها، لو احنا خفنا بعد كده هيضحك علينا. هو الفراغ ده ايه؟ كلنا مش فاهمين حاجه. انا بنام في الطياره حضرتك، مش مشكله. احنا حركنا الميه الراجل، امراه غزال والرجل صياد، خبر الاول في كل صحف وتلفزيونات العالم. انا عارف انها هتفضل موجوده مهما طال الزمن. ان هو يتنشر في المجله دي ولا لا؟ صفحه كام؟ مش موجوده عندي الصفحه دي خالص. الصفحه اختفت.